النفسيه التي هي تبلورت مخارج لما يمكن ان يطرح في خلال هذه القمه، ولا سيما ما انتهت اليه قمه قطر الصين. يتوقع أن تكون خلافية، ولا يعرف إذا كانت ستطرح في النقاش أم أن مخارج ستطبق سلاح القمة قبل غد وتبحث عن التداول. هذا طبعا من الكويت ومن الأخوة في مصر أن يكون في الآن كل الأخوة موجودين ليهتموا، لأن هذا الموضوع هو أهم من السياسة، لأنه سيحفظ الجميع ببعض مصر. وما حققته التجمعات الاقتصادية والإقليمية العربية وتقدم